كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قد يقول قائل، هنا شبهة، قد يقول قائل أنه إحنا الأمة المفضلة البرجوازيين، إحنا محصنين أمة محمد، خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس وإلى ما هنالك، فإحنا مرفوع عنا المسخ، المسخ فقط على الأمم السابقة المساكين، إحنا الأمة ما فيها مسخ. هذا الكلام ليس تاماً إخواني، من نقطتين، عندي كلام كلش كثير على هاي النقطة، أنه إحنا خير الأمم، كلش كلام طويل، بس أكتفي بالإشارة إلى نقطتين. واحد قرأ يم الإمام الصادق عليه السلام، قرأ هذه الآية، قال بسم الله الرحمن الرحيم، بعد شايف إحنا شلون نتفاخر، أم العربية والكذا، تفاخر، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. الإمام الصادق نظر له، قال له أخير أمة قتلت حسناً وحسيناً؟ الله أكبر، والله رواية ترجعك للفترة الحقيقية، للداخل، للعمق، أنتم خير أمة، اللي الزهراء تستغيث بين الحائط والباب فلا تغاث، اللي أمير المؤمنين دمه يسيل في محراب صلاته، ملأتم قلبي قيحة، يقولكم أنتم خير أمة؟ أنتم اللي ما أوذي نبي مثل ما أوذي نبيكم؟ أنتوا اللي حابسين نرجس أم الإمام المهدي 4 سنوات في بيتها ظناً منكم أن الحمل سيدوم 4 سنوات، الشكل يعني عقليات، خاف أقصى احتمال المرأة تحبل 4 سنوات، يلا تضع حملها 4 سنوات السيدة نرجس على الإقامة الجبرية، هاي خير أمة، خير أمة اللي يفترون ببنات رسول الله من بلد إلى بلد، يستشرف وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف، هاي خير أمة؟ لا والله، حاشا وألف كلا، مو كلا وحك، ألف كلا. جاء قال له يا ابن رسول، هذا هم انصدم السائل، قال له يا ابن رسول الله شنو أقول؟ قال له والله إنها أنزلت خير أئمة أخرجت للناس، إحنا خير أئمة أخرجت للناس، آل محمد. هاي النقطة الأولى، إنه نحن في روايات أهل البيت لسنا الأمة الخير أمة، خير أئمة. أقول لكم القرآن غير محرف ولا نعتقد بتحريفه، ولو كنا نعتقد لن أخاف منكم، إني لا أتقيكم لا من أكبر واحد منكم ولا من أقل زعطوط منكم، لا أخاف منكم، لو كنت حقيقة، لو كنا حقيقة نعتقد أن في هذا القرآن شيء محرف لكنت قلته في وجوهكم، ما أخاف منكم. يعني على المعصومين من أولادها، نحن حجج الله على الخلق وجدتنا فاطمة حجة علينا، لماذا هي حجة عليهم؟ لأنهم أساساً ما تكاملوا وخرجوا بالهيئة التي أرادها الله إلا بعد أن دخلوا رحم فاطمة واستلهموا من السر المستودع.